خلي إنجيلك مفتوح قدام عينيك على طول. مراحل ارتباط الخادم بالكتاب المقدس. أول مرحلة اقتناء الإنجيل، يكون عنده إنجيل. وبرغم الأجهزة الحديثة اللي في إيدينا والحاجات الديجيتال، لكن من فضلك اهتم بالإنجيل الورقي. الإنجيل الورقي بتاعك الشخصي حاجة مهمة جدا يكون عندك. طبعا أحيانا ترجع للإنجيل اللي موجود على الموبايل أو الموجود على الأيباد، مفيش مانع، لكن خلي قراءاتك الشخصية في إنجيلك بتاعك. يقول كده الإنجيل يشرب عرقك ودموعك وصلواتك. الإنجيل يشرب عرقي، كل ما أنت بتفتح الإنجيل كده وإيديك بيبقى فيها عرق، فبيبقى فيه ألفة بينك وبين إنجيلك، ويشرب دموعك. دموعك دهيت لأنك بتيجي قدام فقرات في الإنجيل عايز تفهمها، فبتصلي بدموع، ويقبل صلواتك كمان اللي بتتعلمها من خلال الإنجيل. أول مرحلة اقتناء الإنجيل. مرحلة تانية محبة الكتاب، إنك تحب الكتاب المقدس، تحب تفتحه، تحب تقرأ فيه، ويبقى عندك اشتياق ورغبة باستمرار. عشان كده من التدريب الجميلة لخادم اللي بيخدم في الكنيسة بكل أنواع الخدمة، إن الكتاب المقدس بتاعه، الكتاب المقدس بتاعه ده ما يقفلوش، يخليه دايما مفتوح قدامه، ويحط صورة أو يحط صليب أو يحط علامة كده. والكتاب المقدس الكبير بيبقى فيه علامات للصفحات زي الشريط ده عشان يحدد المكان اللي انت بتقرأ فيه. خلي إنجيلك مفتوح قدام عينيك على طول، على مكتبك، على ترابيزة قدامك باستمرار، بحيث انك ترجع. نمرة واحد اقتناء الإنجيل، نمرة اتنين محبة الإنجيل، نمرة تلاتة قراءة الكتاب. القراءة بقى، والقراءة دي عايزة نظام وعايزة انتظام، وعايزة الواحد يبقى واخد باله وبيتمتع بالكلمة، زي ما قال لنا نحمية هنا: وجدت كلامك فأكلته. القراءة، وده اللي بيخلي المزمور الأول في سفر المزامير اللي بنصليه كل يوم في باكر، يقول كده في ناموسه يلهج نهارا وليلا. يعني الناموس اللي هو الكتاب المقدس، كلمة الله، ازاي تقرأ صبح وبالليل، ازاي كلمة ربنا تبقى قدامك، ازاي تفهمها، ازاي تعيشها، ازاي تاكلها. قراءة الكتاب دي مرحلة تالتة، اقتناء، محبة الكتاب، قراءة الكتاب. نمرة أربعة فهم الكتاب. الفهم، الفهم هنا بيجي من خلال قراءات الكتب المساعدة. أكتر كتب مساعدة الكتب اللي بتقدم لنا تفسيرات كتيرة. في كتب زي اللي طلعها أبونا تدرس يعقوب، ربنا يديله الصحة، كتب جميلة. بعض الكتاب طلعوا بعض الأسفار، في القاهرة الموسوعة الكنسية، وده هي طلعت من كنيسة ماري مرقص مصر الجديدة، فيها النص الإنجيلي وفيها تأمل صغير كده، في تأملات كتيرة، بعض الآباء في العظات أو حاجات زي كده. المهم إنك تفهم. وعايز أقول لك على حاجة مهمة، اللي هتفهمه النهاردة ولو جيت بعد شوية تقرأ نفس النص هتفهم حاجة أكتر، لأن الكتاب المقدس له أعماق. فهم الكتاب المقدس. نمرة خمسة تحفظ، احفظ آيات. ودايما أنا أسأل البعض، قل لي آية تكون حافظها من الإنجيل بالشاهد. الآيات اللي بالشواهد الحلوة سهلة الحفظ كلنا عارفينها، يعني مثلا ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، كلكم حافظين الآية دي، لكن بعضكم اللي يعرف إن الشاهد بتاعها متى 4:4. مثلا في آية تانية كلكم بتحبوها، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، برضو الشاهد بتاعها في فيليبي 4:4.
شاهد مثلا في رسالة يعقوب محبة العالم عداوة لله، برضو يعقوب 4:4، هتلاقي آيات كتيرة الشواهد بتاعتها متماثلة، وده يخليك تقدر تحفظ. احفظ احفظ كلمات كتيرة في الإنجيل واحفظ آيات دي، هتساعدك حتى في كلامك الشخصي. لما جات مصر تقدم على مشروع مكتبة الأسكندرية، مكتبة الكبيرة عندكم ده، والمشروع ده يتقدم لهيئة اليونسكو، فالخطاب اللي قدمته مصر كان أوله كده: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. كان آية من الإنجيل، علشان الآية دي بتبين احتياج الإنسان إلى الثقافة وإلى القراءة، مش الحكاية بس مجرد لقمة العيش. وكانت بداية حلوة أن دول العالم ساعدت مصر وأنشأوا المكتبة الكبيرة اللي موجودة عندنا هنا في الأسكندرية. حفظت من الآيات نمرة 6 أنك تتكلم، تذكر الآيات، تذكر الآيات اللي أنت حفظتها، اذكرها في كلامك. يا سلام على بابا وماما اللي بيربوا ولادهم ويقولوا لهم دايما آيات يحفظوها ويحفظوها ويربوا بآيات الكتاب. الكتاب بيقول كده، دي بيسموها تربية النعمة، انك بتربي ولادك وبناتك من خلال آيات الكتاب المقدس. يا بختهم ويا بختك، بس لازم يكون عندك المعرفة الكتابية دهي. نمرة 7 والأخيرة في النقطة دهية، ان الكتاب يصير هو حياتك. يعني لو جينا نمشي في المراحل كده بالتقريب: اقتناء الكتاب، محبة الكتاب، قراءة الكتاب، فهم الكتاب، حفظ الكتاب، الكلام بآيات الكتاب، وأخيرا الحياة، تعيش بحسب الوصية. يقول لك حافظ الوصية لا يجد أمرا شاق. حافظ الوصية ما يلاقيش حاجة صعبة، كل حاجة سهلة. والجميل بقى في كلمة ربنا إن لما الإنسان يقرأ كتير يصير هو كتابا مقروءا من جميع الناس. ده بولس الرسول اللي يقول كده، يتحول الإنسان يبقى نموذج حلو مقروء من جميع الناس. نفتكر أبونا بشوي كامل هنا في اسكندرية، ونفتكر أبونا مخيل إبراهيم في القاهرة، ونفتكر حبيب جرجس في التاريخ، ونفتكر المعلم إبراهيم الجوهري. كل ما تحفظ في الإنجيل كل ما يشكل فيك. عارفين بالظبط زي إيه يا أحباء؟ زي ماما اللي بتيجي لابنها الصغير تقول له: كل يا حبيبي عشان تكبر. هو الولد لو وقف قدام المراية وقال لها: ماما أنا سمعت كلامك وكلت لكن ما كبرتش ولا حاجة، تقول له: بس طول بالك، يوم على يوم وسنة على سنة هتلاقي نفسك كبرت خالص. أنت بالمثل، من خلال الكلمة المقدسة الإنسان بينضج وتصير فيه روح الكرازة.